بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحببت اليوم أن أتأمل معكم صورة رائعة لشروق الأرض من على سطح القمر. دعونا نتأمل. هذه صورة حديثة عرضها موقع space.com بتاريخ 1/2/2014، وتبدو الأرض من على مسافة 400,000 كيلومتر. وقد تم تعديل الصورة بواسطة الكمبيوتر بحيث أن الإنسان لو وقف على سطح القمر سوف يرى هذه الأرض كما في الصورة. سبحان الله، هذه الصورة تثبت أنه يوجد عدد كبير من المشارق والمغارب، وكلما تجولنا في هذه المجرة رأينا مليارات المشارق والمغارب. الله تبارك وتعالى أنزل سورة اسمها سورة الصافات. قال عز وجل: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. يعني الأرض تشرق من على سطح القمر، هناك مليارات ومليارات من الكواكب الشبيهة بالأرض والتي تشرق من على سطوح كواكب أخرى قريبة منها. إذن من هو رب المشارق؟ إنه الله تعالى الذي قال: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.